مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، وسعد الله صباحكم بكل خير. نحن اليوم متواجدين أيضا في مدينة تعز الجميلة، ومعنا ضيف جديد في برنامج ضيف اليمن، البرنامج الأسبوعي نستضيف فيه اليوم الأستاذ مجدي فاروق من دولة فلسطين. يا مرحبا أستاذ فاروق. أهلا وسهلا حبيبي. حياك الله، كيف حالك أستاذ مجدي فاروق؟ الحمد لله. وصباحه. صباح الخير. نعم طبعا، صباحه هذه تقال دائما للشخص المقرب، يعني أنا أشكرك هذه في لهجة فلسطين يعني. وهذا يسعدني كثير. أشكرك كثير. الله يحفظك ويبارك فيك. صباح الخير على كل اليمن. الله يخليك. طيب أستاذ مجدي فاروق، متى يبدأ يومك يعني؟ يبدأ يومي من الفجر، من صلاة الفجر. نصلي الفجر، بعدين نقرأ قليل القرآن، وبعدين نفطر الساعة 8، وبعدين أنزل السوق أسوق أشتري. هذا بداية يومي كل يوم. يعني الوقت يعني شاغر الحين، يعني ما اخذ الوقت شاغر لاني كنت الان انا بدون عمل. كنت سابقا اشغل منصب مدير انتاج لمجمع الصناعات الغذائيه في الشيباني، والان متوقف. يعني الان انا متوقع جالس بدون لذلك عمل. احنا قلنا ناخذ معك حلقه وندردش مع بعض، نتعرف على حكايتك الممتعه. يزيدني الشرف يعني. والله الله يخليك. الشرف ولنا الشرف ايضا احنا، واحنا وانا اكثر والله. الله يبارك مع اليمنيين فوق راسي من فوق. الله يخليك يحفظك. طيب لو نعود بالذاكره قليل الى فلسطين، الى غزه بالتحديد، يعني لسن الطفوله، اي شيء اللي تذكره عني؟ لا انا سن الطفوله انا قعدت في انا قعدت في عمري 6 سنوات قعدت في غزه، فالطفوله عندي طفوله يعني تجد تكون مختفيه. كيف لأن يعني؟ لان كان فيها معاناة، وفيها كان احتلال اسرائيلي، فاهم؟ فانا اللي فاكره وانا عمري، انا مواليد 62، اللي فاكره وانا عمري 7 5 6 سنوات، افتكر وقت دخول الحرب. والولد طبعا ما كانش موجود داخل غزة، كان طالب بيدرس في جامعة الاسكندرية كل حقوق. فاكر انا لما كان يعني الطفولة كانت يعني مرعبة شوية، ان الاطفال كانوا يوقفوا، الناس كانوا الشباب بالذات، الشباب او الرجال يوقفوهم على سور ويربطوهم، ومش فاكر ايش بيحصل. لكن فاكر دخلوا البيت كسروا البيت بأرجلهم، دهفوا البيت وكسروا الباب. وكان معي جدي وابو الوالدة، وقفونا برضو على جدار الحيطة، وكانوا بيسألوا عن والدي بنفس اللفظ ده اللي كان انا فاكره، فين حبيبي؟ ايوه فين؟ فين حبيبي؟ فين حبيبي؟ اللي هو أيوة. الوالد يعني كلم امي. ايوه فاهم؟ ورفع المسدس كده فوقنا، فوق طبعا جدي وفوق الوالدة، وده اللي فاكره. ويعني كنا فاكر يعني اللي في الطفولة دي ضرب واصل، حرب واصل، معاناة يعني. دي اللي فاكرها من طفولتي فعلا، ودي متمسحتش من ذاكرتي. نعم خالص هذا نعم. وبعدين الولد لما كان في مصر في اسكندرية، والدتي قالت لما طبعا مش كده الولد مش هيرجع، فضروري احنا نسافر له. جدي ساعدنا السفر عن طريق الأردن، من الأردن لمصر. وهناك في مصر قعدنا درست التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه. انا بعتبر فلسطين هي ام الاولى، ومصر ام الثانيه، واليمن ام الثالثه. ما شاء الله. تمام. خير مصر انها علمتني، وخير اليمن اني اشتغلت فيها ولحم كتافي انا اولادي من اليمن. الله يحفظك. واشتغلت هنا مدير انتاج كما قلت لك سابقا، وكان يرعاني الوالد احمد عبد الله الشيباني، وكان يشرف علي متابعه علي وابنه الاستاذ ابو بكر احمد عبد الله الشيباني، ورقاني درجات من مراقب لمشرف لرئيس قسم لمدير انتاج، وكانوا يتعاملوا معايا باحسن المعامله، وبارك الله فيهم والله يحفظهم. ما شاء الله، وهذا كرم منك واعتراف بالجميل، دليل على اصالتك. لا مش كان دي حقيقه، وهذه امام يعني امام الله سبحانه وتعالى فعلا. يعني الواحد لازم يتكلم بالحقيقه ديت. وعلى علمك يعني اليمنيين كلهم
كلهم يعني وكل اللي اعرفهم انهم كانوا في قمه الاحترام ليا وانا احترمهم جدا، وكانوا في قمه التواضع وانا كنت متواضع ليا، ودي اللي تعلمته من اليمن، التواضع وهي صفه مميزه في اليمنيين، انك كيف تكون تتواضع، تلاقي الرجل اعمال وغني تمام او تاجر كبير وياكل مع عماله البسطة يا سلام تمام ويقعد وان مشيت من جنبه لا يمكن يقول لك الا اتفضل اتفضل اتفضل. فدي الكرم والتواضع والحلم عند اليمنيين شيء جميل جدا، وهذا اللي يخليني اقدر اعيش مع الشعب هذا واكثر من البساطه. نعم. ويميزهم. نعم، واغلب الجنسيات برضو تاقلموا مع اغلب الجنسيات يجدوا راحتهم هنا في اليمن لان الصفه هذه موجوده، يعني يحترموا الاجنبي. صحيح، مع ان انا بعتبر نفسي يمني لكن يحترم الاجنبي ويقول لك عيب يا استاذ تقول انت مننا وفينا. نعم. طيب استاذ مجدي فاروق، كيف جئت الى اليمن؟ سنه كم جئت الى اليمن؟ كيف جئت الى اليمن؟ جئت سنه 88. كيف فكرت يعني ان تكون محطه لاغترابك اليمن يعني؟ لا يعني شوف، هي محطه كانت قويه جدا لاني تركت مصر وانا في قمه شبابي، وطبعا انت عارف مصر ام الدنيا وجميله طبعا فاهم، فتترك حاجه غاليه عليك، لكن اراده الله وطلب لقمه العيش والرزق. جاءت عقد عمل عند لمصنع الشيباني، والحمد لله ربنا وفقني وتزوجت من اليمن، من هنا يمنية ما شاء الله تمام، معي منها 4 أولاد. على ذكر الزواج اليمني حدثنا. الزواج اليمني. نعم. انا تزوجت. كيف تعرفت عليها يعني، وكيف كان وكيف كانت الزيجة يعني؟ انا تزوجت يمنية، والله جيت كده انا ما اعرفهاش ولا هي تعرفني. اخي كان ساكن في شقة وانا كنت ساكن في شقة، ومرات اخي كانت صاحبتها عمتي اللي هي عمتي. نعم. كانت صاحبتها، وبعدين انا كنت ازور اخي في بيته، فعمتي سالته قالت مين الشخص؟ قالت داخل استاذ. طبعا العلاقه بينها صداقه واخوه، وعرفت اني مش متزوج، فبتسالها عمتي بتقول لها هو الاستاذ مجدي ليه مش متجوز؟ قالت لها قاعد في اليمن فين يتجوز؟ قالت له ليش؟ يتجوز عادي. قالت لها تجوزي بنتك. فبا ما تقدرش هي تدي الرد. نعم. تمام؟ لما استشارت زوجها وزوجها استشار الاقارب كلهم وتدخل ناس كتير من ضمنهم الشيخ نصر الشيباني لو تعرفه الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. فاهم؟ ودخلت في الموضوع، وبعدين اللي كتب كتابي الشيخ ناصر الشيباني، وبعدين ناصر الشيباني قال لهم ما فيش زواج الا لما يشوفها وهي تشوفه. يا سلام، النظره الشرعيه يعني. طبعا اقولها بصراحه، البنت لا شافتني ولا انا شفتها فاهم. هي قالت كيف اتزوج واحد اجنبي، فهي كانت يعني قال لها يا بنتي عيب، خلاص ابوها قال لها يا بنتي عيب، احنا اتكلمنا مع الناس وعيب نرفعك في كلامنا. ايوه فاهم، تدخل شوفي ما عجبكيش تمام. المهم دخلت البنت اليمنيه دي اللي هي زوجة الان اللي متزوجها. انا ما اتزوجتش الا مره واحده هي بس. يا سلام. دخلت جوه وهي مطيه راسها، جايبه في ايدها مش عارف عصير حاجه. المهم دخلت بعد دقيقتين تمام، رفعت راسها وشافتني وبجري طلعت بره جري. تمام. فاهم. وبعدين دخلوا يسالوها، قالوا لها ايش رايك، عجبك ولا مش عجبك؟ ما قدرتش تنطق ولا ترد تمام. فهموا السكوت علامه الرضا. وانا اديت موافقتي من الاول، الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله في هذه الزواجه. أنا متزوجها من سنة 93. نعم. عمر طويل أنا وهي. ما شاء الله. تمام. الحمد لله كنت وفي معها. نعم. وكنت صادق معها. طيب أنت ما حاولتش يعني بعد الزواج يعني وإنك تسألها تقول لها ليش ديك اليوم هربتي مني يعني؟ ما تكلمنا في هذا الموضوع، تكلمنا أكثر من كده. فاهم؟ نعم.
فقالت لي استحيت منك لما شفت شكلك استحيت. تمام؟ لاني قالت لي ما كنتش اتخيلك بالصوره اللي انا عايزاها. تمام؟ ايوه بس ما كنتش اتخيلك بالصوره اللي انا عايزاها. نعم. فبحسبك بصوره ثانيه. فارتحت لك اول ما شفتك قالت لي. يعني خافت بحكم انك اجنبي يعني. وما تعرفش يعني كيف صورتك. ما تعرفش كيف صورتي. نعم. قالت لي انا اما شفتك ارتحت. ولو انها كانت رافضه يعني. سبحان الله. هذا يعني مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. عندما قال الارواح جنود مجنده. ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. صحيح. فالحمد لله. صدق يعني رسول الله. صدق رسول الله. صحيح. نعم. فكان هذه يعني بدايه جميله يعني والحمد لله وفق الله سبحانه وتعالى تزوجتي. الحمد لله يعني. الحمد لله. والى الان اموركم طيبه يعني. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. والاسره طيبه كلها. اخوانا طيبين. من تعز السؤال علينا. نعم من تعز تزوج. لا هم من اب. ما شاء الله. فاهم هم من اب بس ساكنين تعز هنا. ما شاء الله. نعم. كانوا ساكنين تعز هنا. والحمد لله توفقت في هذه الزواجة وهي بركة من الله سبحانه وتعالى. بس يعني رعيت الله معها. لأن شوف المرأة اليمنية فيها حس زايد. رهيفة شوية. نعم. فأنت لازم تكون صادق معها. مرهفة الإحساس يعني. لازم تكون صادق معها. نعم. لا تكذبش عليها. لا تتكبرش عليها. خليك متواضع. علمها. تمام. انا ما فيش حاجه الا حتى في المطبخ علمتها. هذا بالنسبه للمراه اليمنيه يعني. علمها. لان اخذتها صغيره 19 سنه. نعم. فاهم؟ مش كل حاجه تقدر تعرفها. صحيح. ثقفها وريها. لازم توريها مين الراجل اللي معك. اهم حاجه الاخلاص. الاخلاص. لاني انا مش بعض زي ما بعض الناس. نعم. ان ياكل برا ويشرب برا ويسيب بيته. لا لا. نعم. اكل من اكلها واشرب من اكلها. والحمد لله مستوره. الحمد لله رب العالمين. الحديث شيق وجميل معك منذ البدايه استاذ. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وما شاء الله عليك انت لبق بالكلام وكمان يعني اريحي. مشكور. وانت كذلك. وانتم كذلك والله. الله يبارك. بس اللي شجعني صورتك الطيبه. الله يخليك. تمام. وحسن كلامك. الله يحفظك. يشجعني ان اتكلم باريحيه. الله يحفظك فوق راسي. لنكمل الحوار ولكن نستاذنك نطلع فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الاعزاء نطلع فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحوار مع الاستاذ مجدي فاروق من فلسطين. تابعونا. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الأعزاء ومع ضيفنا الجميل الأستاذ مجدي فاروق من دولة فلسطين. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ مجدي. مرحبا. الله يبارك فيك. لنعد إلى الحوار. طيب أنت قلت لي متزوج يمنية وعشت معها يعني عمر يعني معكم أولاد؟ معي أربع أولاد. ما شاء الله. طيب يعني أنتم يعني كثير من الجنسيات المتزوجين يعني تزوج مختلط يعني بين دولتين يعني يعني انت كفلسطيني تزوجت يمنية يعني كيف تفكروا انكم تربوا اطفالكم يعني على الثقافة اليمنية ام الثقافة الفلسطينية ام يعني بشكل عام يعني؟ شوفوا الثقافة اليمنية ثقافة جميلة. تمام. نعم. ولازم تعلم ولادك اصلك ومنشأك. نعم. وتعلم اولادك البلد اللي انت فيها وثقافتهم. نعم. تمام. حتى يستطيعوا ان يتسيروا مع هذا المجتمع. نعم. تمام. ويصبحوا يتجاورون ويتكلمون ويتصادقون شيء. نعم. لازم ضروري يفهموا. نعم. البيئه اليمنيه. نعم. ويفهموا اصلهم وفصلهم. نعم. بس يبقى الحنين دائما لاول منزل يعني. لا انا هقول لك حاجه. الام هي اللي تربي. نعم. مش هي اللي تخلف. صحيح. فاهم؟ أنا قلت لك أنا أمي فلسطين وأمي. نعم. مصر وأمي. نعم. اليمن. يا سلام. مصر علمتني وربتني. يا سلام. واليمن لحم كتافي من خيرها. نعم. وتزوجت منها وانشأت منها. خلاص أصبحت يمني الآن. نعم. صحيح صحيح.
اليمن حضارة ومصر نعم. حضارة نعم. والاثنين مكملتان لي كفلسطين. ما شاء الله، يعني أنت الآن جمعت بين الثقافة الفلسطينية المصرية اليمنية، يعني أصبحت حتى أن زوجتي أصبحت لهجتها زي ما تفهمش أيه. تتكلم يمني تتكلم مصري تتكلم خليط من اللهجات. أحلى حاجة أحلى حاجة أنا نعم. مع عشان أنا فاضي أنا. إنك تجلس في لما تجلس في البيت، أنا أحب أجلس في المطبخ. أنا طبعا رجل صناعات غذائية، بسكويتات وعصائر ومربى والحاجات دي كلها صحيح بعملها في البيت. تمام، أحلى حاجة أحلى متعة لما أنت تعاندها في شغلها. تمام، هي عايزة تشتي تعمل كده وأنا عايز أشتعمل كده. تمام، نقدر نفضل نتناقر بس بضحك بضحك و... بفرفشة نعم. فرفشة فاهم نعم. بحيث انك تخلق جو اسري وتخلق رضا رضا حب بينك انت وزوجتك واولادك. نعم، لان صحيح. ده شيء بينمي حاجة طيبة وبينشئ في داخلك خلق طيب. صحيح. طيب استاذ مجدي، ايش الحاجة اللي انت تنكش منه تفقعك يعني؟ اللي حاجه اللي ازعل منها في اليمن يعني ايوه نعم. انا ازعل من من نعم. يعني دائما اشوف الاطفال ازعل عليهم لسبب معين. اشوف الطفل اليمني صغير، مش كل الاسر نعم، لبعض الاسر قليله جدا، اشوفه طفل يمني صغير ويخزن ازعل جدا 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 نعم. طفل يمني صغير ويسوق سياره نعم. هذا انا بعتبره اغتيال للطفوله. يا سلام، فاهم؟ ادي طفل الطفل حقه. صحيح، فاهم؟ تكبره قبل سنه غلط، تشيل تشحطه وتخليه رجال، لا، دي بتقسي القلب، وانا ما بحبش طفل يقسى قلبه. كيف ربيت ابنك؟ ربيت على طريقتك يعني ولا خليتهم على طبيعه البلد؟ التربيه ما تجيش مني انا لوحدي، التربيه نعم. مشاركه بين الزوجه والزوج. نعم، اوعى تصدق ان الرجل يربي لوحده او الزوجه تربي لوحدها. نعم، تمام. لما مثلا هي اخطات بحاجه اكلمها على جنب اقول لها الموضوع كده كده كده. يعني تقدر تقول انه ابنائك الان يعتبروا الان يمنيين يعني؟ يا با. بس هل لهجتهم يمني؟ يمني. هل يخزنوا القات يعني؟ لا، عيالي بالمناسبات. ايوه. وانا لا. من ناحيتي انا بالنسبه لي انا اخزن يوم واحد في الاسبوع، الخميس. يا سلام عليك. تمام. يعني تخزن؟ الخميس. الحمد لله اعترفت. اخزن الخميس بس. نعم. أو إذا جيت مناسبة أعياد أو مناسبة خاصة عند أي في أي مناسبة، أنت عارف هنا اليمنيين في المناسبات يجلسوا يخزنوا، فلازم تزورهم ولازم تودهم ولازم تشاركهم حلو. في أفراحهم وأحزانهم كمان. حلو، كيف تعلمت التخزين؟ تعلمت التخزين دي لها قصة غريبة نشتيها. القصة بتاع التخزين دي لما جيت اليمن قلت لك اشتغلت مراقب جودة. فكان معايا زميل في المصنع، مراقب زميل جودة كان يدرس، فخلاني وديه لي الواصل. انا تعبت بالليل، قلت له يا فلان، يا احمد، اسمه كان احمد، قلت له يا احمد انا تعبت بالليل شويه كده، خلي ارجع ظهر وصبح، انت اخذت الورديه واصل. فاحمد راح قال لي تعالى، طب تعالى نتفاهم، اعزمك عندي في البيت. هو احمد ده من جبل حبشي، ايوه فاهم، بلاد القات. جاب قات جبل حبشي مش موجود الان، ما شوفوش خالص. نعم، تمام. ما يعني جاب القات، والله اللي بقوله لك ده حصل. نعم، جاب القات و لما عزمني عليه، انا اجتماعي واحب الناس واحب اضحك واتكلم، فاهم، عشان اساير الحياه خاصة في غربة. جاب لي القات وخزن وقال لي سأخزن 10 دقايق يا أستاذ مشتاق ولا ربع ساعة. قلت له خلاص يا أحمد، ولا يهمك يا أحمد، بشتغل ليل واصل يا أحمد. ده اللي حصل. الصبح أصحى قلت له إيه الكلام اللي قلته؟ بس خلاص يعني كلمة يعني خرجت منك يعني بدون شعور، لازم تتربط من لسانك بيها. يا سلام. وقفت لحد ما خلص دراسته معه. الشيء الثاني بالنسبة لموضوع القات، في قصة برضه. أول ما نزلت من الطيارة، تمام، اضحك علي، مشيت رحنا نركب، مشيت أشوف أتفرج على اليمني، تمام، ولقي دي كده، أنا ما أعرفش القات ده.
ولا كنت اسمع بي. ايوه تمام. بصيت هناك خزنوا بقمتين. الله. في بقمتين بالجهتين في بقمه يعني. وانا اقول يا حرام مسكين دوت عنده صنفور هنا وصنفور هنا وده مسكين عنده صنفور هنا وانا مش فاهم الموضوع والله اكلمك جد. وبعدين تمام كان موجود اخويا قال لي لا يا مجدي ده دقات. قلت له ايش قات؟ قال لي دقات يخزن عشان يرتاح شويه. نعم. وبعد مع الوقت فهمت القات. فدي الحاجه دي اول ما دخلت استغربت فيها. نعم. طيب استاذ مجدي يعني انت خلال يعني مكوثك في اليمن اكثر من 35 سنه يعني ايش المناطق الجميله اللي عجبتك في اليمن وزرتها؟ اكيد زرت محافظه يمنيه. اكيد مزارات يعني اثريه وتاريخيه. انا رحت ال حضرموت ورحت عدن ورحت المخا ورحت صنعاء ورحت اب. ما شاء الله. لفيت يعني. ما شاء الله. بس انا ميولي في البحر. ها ميولك البحر يعني. وانا صياد سمك. ما شاء الله. هذه برضو صفة اخرى يعني. انا طبعا من هواياتي صيد السمك والمصارعة. حب الرياضة يعني اتفرج على كرة القدم وعلى المصارعة. دي من الحاجات اللي انا بحبها كتير. انما البحر ده رقم واحد. اروح البحر انسى نفسي. لأنه قلت لك انا تربيت في اسكندرية. نعم. نعم. تعلمت الصيد من اسكندرية. من اسكندرية نعم. وما بنساش اصحابي اللي تعلمت الصيد فيهم انا وهم في اسكندرية. اول ما جيت اليمن ودخلت على الصيد تمام فكان السمك مليان رهيب. اين كنت تصطاد يعني؟ في المخا. نعم. واصطدت في الحديده واصطدت في حضرموت. اغناهم حضرموت في المقلة. في انواع الاسماك هناك يعني؟ في انواع الاسماك كثيره. نعم. في عندك سمك القحش، في سمك الديرك، في سمك العربي، في سمك السخلة اللي هو السخلة أسماك كثيرة كلها. بس السمك اللي كنا نصطادوه القحش تمام باستمرار. وفي سمك اسمه الزنزان، سمك شوكو مسمم، مش مسمم يعني لو جه شوكه بس طعمه يجنن. أسماك كثيرة صدناها. وفي سمك اسمه الدينيس بس مش عارف اسمه هنا هو. يعني هذا الدينيس يعني هذا بس لو سألتني. نعم. أي سمكة المحببة عندي تمام هو. نعم. سمك القد وسمك اسمه السلطان إبراهيم. السلطان إبراهيم. سمك السلطان إبراهيم دوت يعني سمكة ما تاكلش إلا الجمبري. يا سلام. تمام. أكلها مميز يعني. وهي طعمها جمبري. الله. نعم. بس اليمنيين بيحبوش السمك الصغير كده. أيوه. يحبوا سمك الشرايح. نعم. فاهم؟ فسمكة ملهاش طلب وهي قليلة في البحر. نعم. طيب أستاذ مجدي الأكلات اليمنية اللي عجبتك يعني؟ أنت الآن قلت لي أنك يعني ما شاء الله عليك اشتغلت بمجال المواد الغذائية وتصنيع المواد الغذائية. يعني أكيد يعني أنتم في البيت تعملوا وجبات معينة. شوف هل هي أكلات فلسطينية أم مصرية أم يمنية أم مختلطة؟ أنا هقول لك حاجة. هنا. هي عندها أكلات يمنية وأنا عندي أكلات. نعم. فلسطينية. نعم. مصرية. فبنعملهم كلهم. حلو. يعني السلتة والفحسة والزربيان. نعم. والأكلات كثيرة بتعملها. نعم. ويعجبني طريقة عملكم في الشوربة. نعم. اللي هو المرق ده شيء يعني لازم في الأكل دوت. نعم. أنا علمتها الملوخية. على الطريقة المصرية يعني. ما هو برضه فلسطيني. وفلسطيني. ايوه صحيح. البامية لوحدها، الملوخية، أكلة بتسمى الفول البامية اللي بنسموها فلسطين أو في مصر البصارة. هذه الأكلات ديت. علمتها برضه أنا الحلويات شوية، هي تعمل شوية وأنا علمتها البسبوسة وهي بتعرف بقى. لا هي كانت يعني مطلعة على الأكلات وهي شطرة يعني. ده من حظي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنتم دائما بالمطبخ أنت والله. شوف أنا أقول لك حاجة يعني. مراتي ما عندهاش بنات. يا سلام. وكبرت معايا في السن. الله. عيب. صحيح. إنها سيبها لوحدها. يا سلام.
لو انا اسيبها لوحدها يبقى انا راجل اناني، يبقى العمر اللي عشت معاه عمر كاذب، يبقى انا ما صنتش حقها عند الله سبحانه وعندي. وكيف بقى الجواز نص الدين؟ الا انك تصلحها وتقف جنبها وتساعدها. صحيح. اللي ما يرحمش ربنا ما يرحموش. صحيح. وهذه برضو هذه انا بوجهها لكل رجل. نعم. مش عيب انك تساعد مراتك، مش عيب انك تقف مع مراتك. انا مراتي لما ولدت اولادي الاربعه انا اللي كنت اشرف عليها، امها تيجي اقول لها خلاص يا عمتي روحي ارتاحي لك وانا بشرف على كل حاجه. طيب اساعدها. هل هذا نابع من قراراتك من نفسك، من يعني حاجه من داخلك تقدر تقول رحمه محبه، ام انك صناعة يعني اخذت هذه انك صانع اكلات وصانع حلويات يعني مجال عملك يا استاذ مشتاق؟ نعم. الرحمه لا تصنع. صحيح. تقدرش تصنعها. نعم. نبع من القلب. لازم لازم تكون صادق. اصلك انت لما ما تكونش صادق مع نفسك مع الاخرين تشعر بنقص. صحيح. تهتز. صحيح. تكون شخصيه ضعيفه، ما عندكش ثقه بنفسك. هذه الحاجات الرحمه وصدقك في الرحمه، اذا انت مش صادق مش هتكون صادق في الرحمه. صحيح. اذا انت مش صادق مع الله مش هتكون صادق في اي حاجه. نعم. انت لا تتصنع، مش هتقدر تتصنع. يعني تقدر تقول انه الرجال يعني ممكن انه يطبخوا ويصلحوا عملوا، طيب ما يعرفوا، مش كلهم يعرفوا يعني يطبخوا معاه. شوف انا هقول لك حاجه. طيب. فيش حاجه اسمها ما تعرفش، ربنا خلق لك حاجه. نعم. انت لو نيتك تساعد مراتك تساعد زوجتك نيتك. نعم. انك ترى خلاص العمل بالنيه، كل شيء بالنيه. انت نيتك طيبه ربنا هيسخر لك كل شيء. نعم. طيب استاذ مجدي فاروق، الحديث شيق وجميل معك والله، وانت اجمل. الله يبارك فيك. وجميل ما شاء الله، حضورك طيب وكاريزما ما شاء الله، صفه متبادله. الله يبارك فيك. الله يحفظك وامتعتنا كثير بالحديث. طيب سؤال اخير قبل ان نختم الحلقه، ايش امنيتك يعني؟ امنيتي ام اليمن، الامن والامان في اليمن كله. يا سلام. امنيتي تزدهر اليمن يا رب. اليمن اليمن انا ما شفتش بلد زيها. اليمن بلد طيب، بلد حضاري. اليمن دي جنه سبحان الله. انا تربيت في مصر وفي فلسطين، اللي يطلع في الشتاء في الشتاء، اللي يطلع في الربيع في الربيع، اللي يطلع في الصيف في الصيف. هنا كل حاجه اشوفها شف ستا، صيف شتاء. اقولها مش ممكن الارض دي ما تكونش سعيده. لا هي سعيده وارض بركه. لما كل حاجه خضار فاكهه كل حاجه موجوده فيها صيف شتاء، تقول ايه على الارض دي؟ ما تقول الا كل خير كل طيب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم على هذا الشعب وعلى هذه الارض الامن والامان يا رب. الامن والامان، وان يسعد هذه البلاد الطيب ويسعد شعبها ان شاء الله يا رب باذن الله. طيب كلمه تود تقولها لاخوانك اليمنيين؟ اقول لهم اولادكم ثم اولادكم ثم اولادكم، وكونوا صادقين. انا بتكلم لبعض الافراد، مع زوجاتكم، لان المراه اليمنيه تختلف في حسيتها واحساسها، فكونوا صادقين معها. وأنا أشوف إنك كمان أوجه رسالة لليابانيين إنه يأكل في بيته وسط أولاده وسط أسرته. ألاقي رجال يابانيين كتير يأكلوا في المطاعم. أنا عايزك تخلق أسرة مترابطة، أسرة سعيدة، أسرة متكاتفة، تخلق مجتمع وتكون دولة قوية. يا سلام. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. كلمة طيبة، ما أنا يعني تنزل سلاما على الروح وعلى البدن. الله يحفظك. أنتوا اللي خليتوا ده فيا. الله يخليك. هذه الأرض وهذا الشعب هو اللي خلاني كده. الله يبارك. أنا مش من عندي. نعم. أنا أحب هذه البلد وأحب. نعم. شعبها، وعشان أنا بحبها وبحب شعبها الشعب بتاعها انسجمت مع كل اليابانيين. الحمد لله. يمكن تلاحظت ده من أول حضوري معها. الحمد لله. ومش عاوز يعني إنك تخرج من اليمن أبدا. والله شوف انا اقول لك حاجه. نعم. انا اتمنى اشوف بلادي مهما كان الواحد. أكيد. ما يستغناش عن امه الاصل. نعم. فاهم. نفسي اشوف بلادي، نفسي اشوف اقعد مع ناسها واخواني وقرايبي. فاهم.
لكن اليمن عشت فيها 35 سنة صعب علي أنساها وصعب علي أسيبها. خلاص أصبحت يمني ووثقت جذورك يعني بارتباطك بمرأة يمنية. خلاص حقيقة حقيقة. ولو إنه يعني إحنا برضو نقدر مشاعرك إنه يبقى الحنين دائما لأول منزلي يعني. أكيد. فمقدرين، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني تتوفق وتزور بلدك وتستدعي أهلك إذا قدروا يجيوا هنا عندك اليمن. إن شاء الله. أمور إن شاء الله يعني إن شاء الله. طبيعية بإذن الله. طيبة أخلاقكم. الله يبارك فيك. والحلم اللي فيكم وتواضعكم هو اللي جلسني قدر أتحمل. وأصبر في هذه البلد ووافق أن أتزوج وأكون أسرة هنا. الله يحفظك وسعادة جدا بالحديث معك. وأنا أسعد والله. الحمد لله شرفتنا وشرفت قناة السعيدة. وأنت شرفت وأنت شرف كلها يعني. أنت شرف فوق راسي من فوق. الله يخليك يحفظك، وإن شاء الله لنا بإذن الله سبحانه وتعالى لقاءات أخرى، ونتمنى لك التوفيق ومزيدا من النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا نشكركم أنتم مشاهدينا الأعزاء على كرم المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة وضيفا جديد على شاشة قناة السعيدة في الأسبوع القادم. أستودعكم الله في رعايته.